تا توت توت اهلي يا اهلي طب توت توت اهلي يا اهلي تربتا توت توت اهلي يا اهلي الفين مبروك على الاهلي للي يحبوك يا اهلي الفين مبروك على الاهلي للي يحبوك يا اهلي اهو كسبوا خلاص الماتش يا ناس اهو كسبوا خلاص الماتش يا ناس اهلي يا اهلي يا اهلي الفين مبروك على همتهم اسمه الشربات للشريبة شربات النصر وفرحتهم مبروك على كل اللعيبة الفين مبروك على همتهم اسمه الشربات للشريبة شربات النصر وفرحتهم املالي يلا كون عنا او كسبوا والله الماتش خلاص املالي يلا كون عنا او كسبوا والله الماتش خلاص او كسبوا خلاص الماتش يا ناس او كسبوا خلاص الماتش يا ناس اهلي يا اهلي يا اهلي صفوت بعشطة بيباصوا مع بعض الكرة شباب فراود الله أكبر في كل ماتش يجيبوا فورة زيزو محسن مع شطة بيباصوا مع بعض الكرة شباب فراود الله أكبر في كل ماتش يجيبوا فورة إكرامي جون العين والراس وده ثابت جون العين والراس إكرامي جول عين والراس وده ثابت جول عين والراس أهو كسبوا خلاص الماتش يا ناس أهو كسبوا خلاص الماتش يا ناس أهلي يا أهلي يا أهلي طاهر الشيخ بيتنطط في الوسط ويحاور بيها يجي الخطيب بعده يخطط وبشوطة في الجون يرميها طاهر الشيخ بيتنطط في الوسط ويحاور بيها يجي الخطيب بعده يخطط وبشوطة في الجون يرميها إكرامي جون وده ثابت جون إكرامي جون العين والراس وده ثابت جون العين والراس أهو كسبوا خلاص الماتش يا ناس أهو كسبوا خلاص الماتش يا ناس أهلي يا أهلي يا أهلي مسطول ماشي بالليل قبل واحد مخبر بقول له راح فين ياض قال له مروح قال له معاك بطاقه قال له ليه هتدينا كاستور واحد عايز يعمل بطاقه عشان يصرف صابون قالوا له هات شهاده من اتنين موظفين انك وسخ جزمجي ابوه مات عمل له نص نعي في الجرنان مذيعة في التلفزيون اتجوزت راجل شخصيته مهزوزة ركبت له اريال واحد اصلع راح حفلة يعبر فيها عن شعوره اتنين صلع اتخبطوا ببعض طلعوا شرار اتنين صلع دخلوا البوظة واحد شارب في قرعة التاني غفير جاله عقد عمل من الليب ده
واحدة فلاحة أول مرة تيجي مصر ومعاها ابنها، أول ما نزلت مصر اتوهمت، لقت تاكسيات وعربيات رايحة جاية كتير. قلت له حسن يا ابني، قال لها يا أما، قالت يا ابني عمرك شفت عربيات من غير حمار؟ قال اسكت اللي هيقولي علينا كوركات، ده الحمار من جوي. عجبتك؟ صعيدي راح يعزي قدموا له القهوه، قال لهم لا انا عايز بيبس. صعيدي بعت تلغراف لابنه قال له احضر حالا اخوك بيفكر يستحمى. واحد قال ملوخيه وشه اتقطف، حشاش حب يعمل كروته يفرقها في الاعداد، كتب على كارت المعلم حنكوره حنكوره عضو في الغرزه التجاريه. واحد بيقول لواحد صاحبه تراهن انك انت واكل بيض؟ قال له ايش عرفك؟ قال له الصفار في وشك. دكتور خد هي ثلاثه بقى تمرجي. حلاق راح للفكهاني يشتري كيلو موز حلاقه. عجلاتي قعد على القهوة طلب يعلله كرسي. واحدة زيت بتقول لابنها أنا لازم أضربك، قال لها ليه يا ماما تضربيني؟ قالت لها أنا كنت حاطة ثلاث تفاحات في درج النملية ما لقيتش منهم غير اتنين. الواد قال لها يا ماما أصل كانت الدنيا ضلمة، الحقيقة أكلت الاتنين بس ما شفتش التالتة. واحد صعيدي راكب القطر، كومساري جاي بص في تذكرته لقى راكب غلط، قال له لا انت لازم تنزل تغير. فالصعيدي قال له اعمل ايه؟ ما عنديش هدوم تاني عشان اغير. الراجل مصورات اشتغل فران، واحده ست ودت له صينيه كنافه قام حرقها، قال لها ما تزعليش يا ست هات النيجاتيف وطلع لي صينيه تاني. راجل عنده بيت قديم قوي مهكع حواليه شويه بيوت مميلين البيت، قاعد يقول يا رب البيت ده اللي حلت، جه زلزال راح مطير البيت، البيوت اللي حوالين البيت والبيت راح معدول لوحده. الراجل طمع قال يا رب بقى زلزال تبيضهن. واحدة وحشة وقفت قدام المراية لقت نفسها وحشة، قالت قطيعة حتى المراية تغشوها. اتنين مساطيل اشتروا كيلو كمترة وجات نومتهم من تحت نومهم تحت عمود من عواميد النور بتاع الحكومة كده بتوع البلدية في السكة. قام واحد فيهم من الصوت القوي شايف النور مش عايز انطفي بتاع البلدية، قام غمز اللي جنبه قال له دوس على الكمترة خلي النور انطفي. مسطول بقى لازم يلبخ. تمرجي راح يقدم على عمل ما لقاش وظيفه غير راح داخل على واحد سمكري بتاع بوابير، قال له عايزين نشوف لنا شغل عندك. قال له انت كنت بتشتغل ايه قبل كده؟ قال له كنت بشتغل تمرجي. قال له بس انا هنا سمكري بتاع بوابير. قال له زي بعضه ان شاء الله ادي ابر للبوابير. مدرس في الفصل عنده تلميذ عمال يهيص يقول فالمدرس عايز يثبت قوة شخصيته فوقف، انت يا واد يا حمادة بلاش زعيق يا ولد. قام في تلميذ وقف قال له بيه ده حمادة ما جاش النهاردة، قال برضو تبقوا تقولوا له. سبرساجي راح يتجوز مكسوف يقول لأهل العروسة انه سبرساجي، بيسأل أمه بيقولوا له ابنك بيشتغل ايه؟ قالت لهم عنده مؤهلات. قالوا له مؤهلاته ايه؟ قالوا له دبلوم السيجارة المتوسطة. مسطول روح البيت وقف قدام المرايه وراح مغمض عينيه. قدام المرايه مراته دخلت لقيته مغمض عينيه ووشه في المرايه، قالت له بتعمل ليه كده؟ قال لها بشوف نفسي وانا نايم. واحده خواجه مربيه شويه فراخ كل يوم تيجي عايزه تبيتهم في العشاء تسمع الستات جنبيها يقولوا بيتك بيتك بيتك، هي مش عارفه كلمه بيتك بيتك، تقف كل يوم تقول له كله على اللوكاندا كله على اللوكاندا. صاحب فندق اتجوز خلي البيت سماها أمينة هاوس. واحد مسطول قاعد يشرب في الشيشة على القهوة ودماغه مونونة قوي بيشد اللايف بتاع الشيشة، اللايف وقع في الأرض
صاحبنا مش دريان بوقوعه راح شافط من الارض شفط تراب، فراح مسقف جاله الجرسون قال له تعال جرسون، قال له ابي، قال له شوف الشيشه دي فيها هدد. اتنين مساطيل قاعدين على البحر في اسكندريه كده في الطراوه مشعشعه معاهم، او واحد بيقول للتاني ايه تصدق انا شفت واحد نزل الميه بقاله ساعه ما طلعش، عندهم قالوا ايه يعني، طب انا شفت واحد بقاله اسبوع ما طلعش. اتنين اصحاب قاعدين على القهوه فاقدين قوي، فايت عليهم خروف رفيع قوي، قام واحد بيقول للتاني شايف الخروف الرفيع ده اللي ماشي، قال له ده مش خروف رفيع، ده خروف موضه لابس فروه محزقه. واحد فلاح ماشي جنب الهيلتون قابل واحد خواجه، فجي جنبه كده قال له انت مناني بلد، قال له فكم، قال له اوحش بلد. واحد صعيدي ماشي في السكه شاف واحد بقال من البقالين الكبار كده معلق سمك بكلاع على الباب، فراح داخل قال له ايه المتشبح على الباب ده، متشبح يعني متعلق، الراجل قال له ده سمك بكلاع، قال له اطلع ايه البكلاي دي، قال له ده سمك تجيبه وتحطه في الزيت وتنقعه في ميه الاول وتشيل منه نسبه الملح وتجيب دقيق. الصعيدي لقاها وصفه قال له حياه ابوك اكتبنا الوصفه ديك فرجة عشان الوليه تعرف تستجراها في البيت. فالصعيدي واخد الوصفه في ورقه والسمكه في ايد والورقه في ايد وماشي بيها رايح الحته، جه كلب راح ناتش منه السمكه، قام الصعيدي بص له قال له مش هتعرف تعملها الورقة عماي. واحد صعيدي راح يضرب ترانك لطنطا، دخل في السنترال لقى طابور طويل قوي، قلق ساب الصف وساب النظام وراح جري على الراجل في الشباك، قال له من فضلك عايزين نكلم 128 طنطا. الراجل قال له خليك واقف في النظام وخد دورك واقف في الصف امشي. راح صاحبنا قلق لسه الطابور طويل والراجل قلقان، قال له راح سايب الصف وراح قال له من فضلك عايزين 128 طنطا، قال بقول لك خليك في الصف اعمل لك امشي يلا. راح صاحبنا وقف قلق تاني قال له من فضلك ادينا 128 طنطا، قال له في نظام اقف لحسن بعدين ما اعملكش اي حاجه امشي. راح الراجل وقف شويه ولقى قدامه ثلاثه طالبين سويسرا، الو سويسرا كلم، الو الو سويسرا كلم. صعيدي لزقت في دماغه كلمه سويسرا، قال لك ما نطلب سويسرا زيهم ما دام على الخط، راح داخل ورا بتوع سويسرا قال له ادينا سويسرا، سويسرا على الخط، الو الو سويسرا كلم. صعيدي مسك التليفون، الو سويسرا ادينا 128 طنطا. سواق اوتوبيس قاع في السكه كل محطتين، سواق اوتوبيس بيجري بسرعه جنونيه راح ضارب في المره ملخبط الركاب، الركاب بتوع الدرجه الاولى راحوا مرميين في الدرجه الثانيه والثانيه في الاولى، واحد بتاع ليمون واقف وسط الاوتوبيس من لوحه مسطول قوي قال له روح منك لله لخبطت ابو قرش على ابو قرشين. ولي عجوز قوي قالت لابنها سمير يا ابني خدني وديني للدكتور. صاحبنا شال والدته وراح يوديها للدكتور، دكتور بيكشف عليها كده يحط السماعه تقول له لا لا يا دكتور لا لا، يحطها الناحيه الثانيه على جنبها تقول له لا 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 يا دكتور، كل ما يحط لها السماعه تهزر مع الدكتور وتضحك وتقول له لا 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 يا دكتور. الدكتور قال له شوف يا ابني يا سمير امك دي مش عيانه روح جوزها، امك لسه بخيرها وبصحتها جوزها. قال له الدكتور جوزها ازاي ده امي عندها 50 سنة، قال له برضو جوزها كده من دورها واحد قريب في سنها. صاحبتنا ماشيه بعد الدكتور ما خرجت من عنده بتقول له سمعت يا ابني يا سمير الدكتور قال لك ايه تجوزني واحد يا ابني من دوري كده يعني عنده برضو 50 سنة، وان ما لقيتش يا ضنايا هات اتنين من ابو 25. واحد مسطول قوي راح يشتري عصير قصب، فمن كتر السطل دماغه عينيه بتلون كده، فببص لقى العصير غامق، قام بقول للراجل ايه يا عم ده في حد يعصر ويدي الناس كده عصير قصب لونه غامق ومسود، قام دوك قال له لا مؤاخذه يا ابني واحنا بنعصر النور الطفى. واحد صعيدي اول مره ينزل مصر لا واحدة حلوة عايز يعاكسها، بيبص لقى لابسة جزمة بيض عايز نهارنا أبيض، قال لها نهارنا زي الجزمة.
راجل دخل ياكل في مطعم، الجرسون شافه بيشد في اللحمه قوي، راح جاي جنبه قال له براحتك يا بيه بنقفل هنا الساعه 12. بتاع عصير اتجوز عمل فرحه بعد العصر. بتاع شربات اتجوز واحده ابوها طلع خروب بيوت. بتاع الاسوس دخل كليه التجاره اتخرج محاسب وخمير ضرائب. بتاع عصير فرش شقته حصير ليمون. بتاع شربات خلي بيت سماها سوبيا لورين. سواق مسطول دخل محطة بنزين طلب من الراجل 5 سوبر و3 بالمونت. لعيب كرة بيشوط دايما بعيد عن الجون، سألوه في الصحافة بيقولوا له بتشوط دايما بعيد عن الجون ليه؟ قال لهم اصل انا بهرب اهدافي للخارج. واحد فلاح وصوه في البلد قال له لما تنزل تشتري حاجة في مصر فتح مخك واقسم في الاسعار بالنص لحسن يضحكوا عليك وياخدوا فلوسك هناك. صاحبنا نزل يشتري جزمه، بكام الجزمه دي يا معلم؟ قال له ب8 جنيه. قال له لا ب4 جنيه بس زي ما وصوني في البلد. قال له خلاص زي بعده ب4 جنيه. قال له جاب 2 جنيه برضه زي ما وصوني في البلد. قال له اقسم بالنص. قال له خلاص ب2 جنيه. قال له طب جاب 2 بس. قال له ما تاخدها ببلاش. قال له بقى جوزين. بدي لك اداه جديد لو والله بمليون جنيه. واحده ست ماشيه في جنازه يوم الثلاث ماشيه تقول يا جملي امها هتلاقي تنيل النهارده مفيش لحمه اقول يا سمكي. جزماجي اشتغل قهواجي، واحد زبون طلب منه واحد قهوه مظبوطه، راح مطلع المازوره واخد مقاس بق الزبون. واحد سكران كل يوم يروح البيت بظهره، ظبطوا عسكر المرور في يوم قال له ايه الحكايه انا ملاحظ كده بقالك شهر كل يوم تيجي عدل وتخش الشارع اللي انت ساكن فيه بظهرك، ايه النظام؟ الله صلى الله نفسي اعرف خيالي بيبات فين. مسطول راح يدور ناحيه اشاره مرور، وقف كده يبص جنب الاشاره، عسكر المرور شافه راح ماسكه قال له بتدور على ياد؟ قال له في شيلن وقع مني. قال له فين؟ قال له في الشارع اللي ورا. قال له الله، طب وجاي تدور هنا ليه؟ قال له اصل هنا نور. راجل عجوز قوي دخل على الضابط في القسم قال له حضرت الضابط ابويا طلبني، ابويا طلبني يا حضره الضابط. الضابط بص له كده قال له يا نهار ابيض انت لسه ليك اب؟ انت عندك كام سنه يا راجل انت؟ انا عندي 100 سنه يا دكتور. عندك 100 سنه ولسه ابوك عايش؟ هاتوا ابوه. راحوا جاب ابوه، راجل عجوز مهك قوي 150 سنه. تعال راجل انت، انت بتضرب ابنك ده ليه؟ قال له اصله كان بيهزر مع جده. واحده ست بعتت بنتها مشوار، المشوار ياخد 5 دقايق، البنت رجعت متاخره، امها ست حمشه قوي كنت فين ايه اللي اخرك؟ هتلاقي يا ماما اصلا وانا ماشيه في السكه واحد افندي رزل مشي عاكسني. هتلاقي كنت مدي، هتلاقي اعمل ايه هو اللي ماشي على مهله. راجل بخيل اشترى راجل بخيل اشترى تلفزيون 23 بوصه كل يوم يدور منه 19 عشان يوفر نور. دكتور بيمر في مستشفى المجانين لقى واحد مجنون ساله قال له انت مين؟ قال له انا ابني نابليون. قام رد مجنون الناحيه الثانيه قال له ده لا ابني ولا اعرفه. مجنون بيكلم زميله، مجنون بيكلم زميله بيقول له انا بقى لو انت جدع انا هطبق ايدي دي وحدي لك جنيه لو قلت لي ايه اللي في ايدي ده متطبق عليه. دوك قال له بابور زلط. قال له يا ابني الايه شفتني وانا ماسكه. واحد سقى ظهره وجعه راح للدكتور يكشف. الدكتور اول ما دخل الدكتور قال للدكتور انا ظهري بيوجعني قوي. قال له انت بتشتغل ايه يا ابني؟ قال انا بشتغل سقى يا دكتور. قال له روح اشتغل بتاع الاسوس لمده شهرين. دكتور دخل العياده ما لقاش ولا عيان، قلع هدومه وكشف على نفسه. We'll be right back.
عجيبة ريحها ما تتعباش، وأمور الدنيا غريبة في عالم عايشة بلاش، الدنيا دي حاجة عجيبة ريحها ما تتعباش، وأمور الدنيا غريبة في عالم عايشة بلاش، على إيه أقعد وأحكي لك تخبس للدنيا تجيلك، على ايه اقعد واحكي لك اخبز للدنيا تجيلك، وعشان دايما تديلك اديها 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 ما تحرمهاش. ناس عايشين في الدنيا فبركة وأونطة وبس، ويلاقوا الحظ في ثانية جاي من الشباك بيبص، فيه ناس عايشين في الدنيا فبركة وأونطة وبس، ويلاقوا الحظ في ثانية جاي من الشباك بيبص، ودي حال الدنيا يا باشا ابلفها تاكلها بغاشة، ودي حال الدنيا يا باشا ابلفها تاكلها بغاشة، واصطاد الحظ بماشة لا تروح في الدنيا بلاشة. على ايه اقعد واحكي لك ايه بذل الدنيا تجيلك، على ايه اقعد واحكي لك تجيلك، عشان دايما تديلك اديها 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 ما تحرمهاش. عشان الدنيا تحبك ما تبصش ولا تسمعش، طنشها ودوس على قلبك بس بشرط ما ترجعش، علشان الدنيا تحبك ما تبصش ولا تسمعش، طنشها ودوس على قلبك بس بشرط ما ترجعش، وعشان دايما تضحكلك ضروري تنسى مشاكلك، وعشان دايما تضحكلك ضروري تنسى مشاكلك، ان شاء الله تغير شكلك علشان ما تزعلهاش. على ايه اقعد واحكي لك ايه مثل الدنيا تجيلك، على ايه اقعد واحكي لك ايه مثل الدنيا تجيلك، عشان دايما تديلك اديها 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 ما تحرمهاش. فني ولعب وهندسة يا زمالك يا مدرسة، فني ولعب وهندسة لعب بإخلاص يا زمالك، قولوا للناس يا زمالك لعب بإخلاص يا زمالك، مبروك عالناس يا زمالك يا زمالك يا يا مدرسة يا يا مدرسة.
يا معلم خليت الشبكة تتكلم علي خليل وفاروق جعفر بيخلوا غيرهم يتعلم حسن شحاتة يا معلم خليت الشبكة تتكلم علي خليل وفاروق جعفر بيخلوا غيرهم يتعلم وابو صلاح مع سامي منصور دفاع صحيح لعادل مأمون وابو صلاح مع سامي منصور دفاع صحيح لعادل مأمور عبد الرحيم ويا الناهي رجاله فعلا والله عبد الرحيم ويا الناهي رجاله فعلا والله قلوبنا حماس يا زمالك مبروك عالناس يا زمالك في قلوبنا حماس يا زمالك مبروك عالناس يا زمالك يا زمالك يا يا مدرسة يا يا مدرسة في الملعب ولا اللي بيقسم سيكا شفتها بصري يا ويكا في لعب فن ومزيكا واقف يقسم في الملعب ولا اللي بيقسم سيكا شوف الخواجة مع جوهري ده لعبهم حير قهري شوف الخواجة مع جوهري ده لعبهم حير أمري كمان وحيد وغنم سلطان أبطل لحلمي وزكي عثمان كمان وحيد وغنم سلطان أبطل لحلمي وزكي عثمان قولوا للناس يا زمالك مبروك عالناس يا زمالك قولوا للناس يا زمالك مبروك عالناس يا يا زمالك يا يا مدرسة يا يا مدرسة يا يا مدرسة يا يا مدرسة